كويك خبيره ديال اليوم غنهضروا على الخطوه اللي خدات لاغام باش ترجع المغاربه اللي بقاو حاصلين برا المغرب من بعد ما تسدوا الحدود. هاد العمليه واللي غادي تكون انطلاقه ديالها ابتداء من غدا، اول بلد غادي تنظم منه غادي يكون هو تركيا، ومن بعد ما تسدوا الحدود سبق المغرب ونظم رحلات لفرنسا، ايطاليا، اسبانيا والبرتغال. غير هو الناس اللي مشاو في هاد الرحلات ملي غير بغيو يرجعوا للمغرب ما كيتعتبروش من الناس اللي كانوا عالقين على برا. وعلنات السلطات المغربيه وبصفه استثنائيه انه كتسمح بالرحلات الجويه للمغرب فقط من البرتغال، تركيا والامارات العربيه المتحده. الناس اللي غادي يتم سير الرجعه ديالهم المغرب غادي يطبق عليهم بروتوكول صحي، يعني تيست بي سي ار ديال 48 ساعه والحجر الصحي لمده 7 ايام فنادق مخصصه. وفي هاد المده ديال الحجر كل 48 ساعه غادي يعاود يدار لهم ان تيست بي سي ار. وفي حاله ماشي واحد الله يحفظ كانت النتيجه ديالو بوزيتيف سواء في الاوتيل سواء في المطار، فالسلطات الصحيه المختصه هي اللي كتكلف ليه بمصاريف العلاج. وهذا ما كان في كويك خبيرات ديال اليوم.